دولة فلسطين، وهو دليل على أن هذه القضية مهما حاول التلاعب فيها ما زالت هي القضية الأساس التي يلتقي حولها كل شرفاء الأمة وكل أحرار العالم. قبل أيام كنا في بيروت أيضا في منطقة كبيرة لنصرة الأسرى والمعتقلين في فلسطين وفي سائر سجون الاحتلال الأمريكي وغير الأمريكي، وكقضية مضيئة موحدة. وهنا أريد أن أؤكد على فكرتي أن فلسطين يجب أن تكون قضية موحدة، وكل ما نراه من معارك فرعية ومن إبراز لهويات فرعية هدفه الأساسي صرف النظر عن القضية المركزية، لأننا نعتقد أن الدكتور موسى المسيري في مداخلته القيمة تربط بين هذا الحراك العربي وغير فلسطين. وهنا أريد أن أنبه أن فلسطين حين ننظر إليها يجب أن ننظر بتفاؤل إلى الحراك العربي في منطلقاته وليس في مسارات التي أخذها فيما بعد. لقد انطلق الحراك العربي أساسا ضد أنظمة ارتبطت بالمشروع الصهيوني الأمريكي، وانطلق هذا الحراك العربي مستنشدا بربيع عربي حقيقي أطلقته انتفاضة الحجارة في فلسطين التي علينا أن نتذكر ألهمت هذه الجماهير في كل قطر عربي حين رأت أطفال فلسطين يتحدون القوة الصهيونية، فقال أبناؤهم لماذا نحن لا نتحدى أيضا جبروت المنظمة في بلادنا. وهذا الحراك العربي أيضا مرتبط بالقضية الفلسطينية، لأنني أعتقد أن المقاومة في فلسطين والمقاومة اللبنانية من أجل فلسطين إنما بهزيمتها للعدو الصهيوني، وكذلك المقاومة العراقية بهزيمتها الاحتلال الأمريكي إنما كسرت شوكة هذا التسلط الأمريكي الصهيوني على المنطقة، وعلى كسرت شوكة أنظمة معتمدة على هذا التسلط الأمريكي الصهيوني وفتحت الباب واسعا. الآن بعد هذا الحراك خرجت محاولات عديدة لصرف الاتجاه نحو أماكن أخرى، نحو معارك أخرى، نحو معارك وهمية أخرى، نحو إثارة أعراض طائفية، أعراض عنصرية، أعراض قومية. ونحن نعتقد أن الإخلاص لفلسطين يقتضي أن نتمسك بحقوقنا في كل مكان، لكن أن نوجه بنادقنا نحو العدو الصهيوني، وأن يكون الموقف الفلسطيني هو المقياس في كل مكان. أما أن هذا الحراك سيمنعنا من تحرير فلسطين، يجب أن ننتبه أن دعم كل الفوضى التي نراها في هذا القطر أو ذاك. أعتقد أن في لبنان تجربة يجب أن تكون ماثلة للإسلام. حين افتعلت الحرب الأهلية في لبنان وعاش لبنان على مدى 15 عاما حربا طاحبة بين مكوناته الاجتماعية، ظل كثيرون أن دور هذا البلد انتهى، وإذ من قلب ركام الحرب خرجت مقاومة لبنانية، خرجت مقاومة لبنانية استطاعت أن تهزم العدو الصهيوني عام 2000 وتحرر أرضها، كما استطاعت أيضا أن تصد الأركان عام 2006، بمعنى أن هذه الشعوب لا يمكن إيقافها، وأن كل هذه المحاولات للعب في مصالح شعوبنا وفي أخطارنا العربية سواء في العراق أو في سوريا أو في مصر أو في اليمن أو في تونس أو غيرها سيخرج منها الشعب العربي أقوى وأقدر على المواجهة مع المسلمين. أتمنى أيها الإخوة، أتمنى أن ندرك تماما أن نصرف النظر إلى عدو غير المشروع الأمريكي الصهيوني في النهاية لا يخدم حتى قضية الذين العادلة التي يعملها البعض. هناك بدون شك حقوق عادلة، لكن أن تقدم الحقوق العادلة بشكل يستفز ويزيد التناقضات الجانبية يضعف هذه القضية ويضعف أصحابها. وأنا أعتقد أن النضال من أجل حقوق كل شعب عربي سواء في الأهواز أو في اسكندرون أو في سبطة أولية أو في غيرها يجب أن يكون جزءا من مشروع العداء للمشروع الصهيوني الأمريكي.
فحرام علينا أن نعتبر أن هناك خطر أكبر من الخطر الصهيوني، لأن هذا الخطر الصهيوني موجود في كل مكان.